صفة الميناء. إذا قدمت السفينة إلى الميناء يصعد الطبيب لإجراءات الصحية لهؤلاء الحجاج، ثم بعد ذلك ينزل الحجاج بتفويج معين ركوب الحافلات، ومن الحافلات يتجهون إلى صالة القدوم في صالة الركاب، ونحن نكمل معهم هذه المسيرة، إجراء إنهاء إجراءات جوازاتهم، بعد ذلك يتوجهون إلى صالة الجمارك لاستلام أمتعتهم، ثم بعد ذلك تفتيشها على أجهزة الجمارك، في الإخوة في رجال الجمارك ما يقصرون، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الإخوة في وزارة الحج لإنهاء إجراءات تفويجهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لضيوف الرحمن الأعزاء على قلبنا، تشرفنا بخدمتهم واستلمنا خدمتهم جيل من بعد جيل، وإن شاء الله نسلمها للأجيال القادمة. في السابق كانت ميناء جدة يستقبل حجاج من آسيا ومن الساحل الغربي الأفريقي وشمال أفريقيا، كدول ماليزيا وإندونيسيا والهند والسودان ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. فكانت أيام كلها الواحد يحزن على ذكراها وأدعية الحجاج، تعرف بعد معاناة كم يوم وتشوفك أنك أنت حتساعديها إنها تخش وتبدأ مناسك حجها وعمرتها. فأول من تشاهده كسفير للوطن أنت، فأول ما تيجي تبدأ تدعي لك، والزغاريد بالنسبة لإخواننا المصريين كانوا، فكانت فترة لا يشعر بها إلا من عاشها. طبعاً طبيعة العمل في موسم الحج أستطيع أن أقول هو جهد جسدي متعب لكنه روحي مسعد حقيقة، يعني في تعب للجسد، وكل العاملين يعني يقومون بجهد بدني عالي لخدمة هؤلاء الحجاج وتذليل كل الصعوبات، ورغم ذلك نشعر بالسعادة، نشعر بالفخر، نشعر بالشرف أننا نقدم هذه الخدمة لهؤلاء الحجاج حقيقة. وأنا ما أقول هذا الكلام مجاملة، حقيقة نحن نشعر بالسعادة حينما تحمل شنطة لحاج، حينما تسقي حاج، حينما ترشد حاج، حينما تدله، حينما تعين رجل كبير، حينما تعطيه عربية، كل ذلك سبحان الله يخلف لديك أو يرفع عندك هرمون الدوبامين، هرمون السعادة، حتى تشعر بالسعادة وأنت تقدم هذه الخدمة لهذا الحاج.